أمي، وضع أصلي بخير؟ بخير، لا تاكل هم، رجعت لوعيها من شوي. أوه. فرهاد مع جوا. منيح. شو صار؟ كيف حتى تسممت؟ والله ما بعرف كيف. ليش فيك تسأل فرهاد عن شي؟ لساتكن ما عم تحكوا مع بعض؟ ما بيطلع بوشي حتى. أنا استسلمت يجيت، يعني بس تكون أصلي والبيبي بخير، الباقي ما عاد مهم. أمي معقولة الحكي؟ أخوك لساته زعلان مني وما عم يتراجع عن موقفه، وأنا ما عاد إلي حيل. كل ما بخطي خطوة بيسوق الموضوع أكتر. أنا رح أطلع من حياته، فرهاد رح يكون مبسوط أكتر. لا تعملي هيك، يعني يلي عاشه فرهاد مو سهل كمان. بالأول عرف إنه نامق هو يلي قتل أبوه، بعدين عرف إنه نامق أبوه الحقيقي. شو يعمل؟ رح يفرغ غضبه بشي طريقة. مين رح يحاسب غير أمه يعني؟ إيه معك حق، معك حق، ما بقدر أقول شي. اسمعيني، أنت يلي بتعرفي، أنت أمه، أعطيه شوية وقت رح يتقبل، رح يسامحنا كلنا. بكرة بتشوفي. هو لغاني من وقت ما كان عمره 12 سنة، ما قال لي أمي من هداك الوقت. أخوك تخلى عني من زمن بعيد، وأنا دافني الحسرة بقلبي. مين في برا فرهاد؟ في يتار والأخرس. بما أنك عم بتقول يتار، معناتها علاقتكن على حالة. لا تشغلي بالك، عادي، ما في شي مهم. فرهاد، بتضل أمك، مو ناوي تسمع لها مرة؟ مو من حقها أنها تشرح لك وجهة نظرها؟ يا جيت حط خطة أساساً، وحاول أنه يجمعنا عنده بالصدفة. مو اتصل وقت كنا بالسيارة مع بعض؟ قال تعا وأنا بشرح لك مشكلتي ومن هالحكي. رحت لقيتها هنيك. ايه؟ شو ايه؟ الاثنين عرفوا الجواب تبعي. فرهاد، حاول انك تسمعها، شوف شو اللي عندها لو سمحت، بلكي هي في عندها حق من وجهة نظرها. حق شو بقى؟ انها كانت تحب هادي اللي اسمه نامق؟ لو حبت ابي ما كان صار هيك. اذا الماضي ما تركنا بحالنا، ما رح ننبسط، رح نكون مبسوطين. انا بوعدك من هلا ما حدا رح يوقف بيوشنا. انت اللي عم بتقول هيك؟ انا الخوف يلي عشته من اني افقدك كان كافي، مشان هيك ما رح فارقك بعد هلا. وانتي ما فيكي تروحي لمحل بدوني، عم تسمعيني؟ عم اسمع. برافو. آه. شو صار؟ في شي انفجر جواتي مثل الرغوة بالضبط، ما بعرف شو. شو يعني رغوة؟ شو بيعرفني فرهاد؟ هاي أول مرة بصير معي. انتي دكتورة شي. كيف ما بتعرفي؟ ايه دكتورة، بس ما بعرف، هاي أول مرة بتصير. ايه استني، رح نادي الممرضة. لا تتلبك. وين الممرضة يا أخرس؟ صار شي ابني؟ صار شي ببطن أصلي قال رغوة ومدري شو، ما فهمت. الحمد لله فرهاد، الولد عم يتحرك الحمد لله. فوتي شوفيها لكان. وين راحت الممرضة؟ أصلي؟ عم يتحرك شي غريب كتير. أنت منيحة؟ إيه منيحة منيحة. وقفي وقفي، خليكي هادية شوي. أنا حاسة فيه. شو حسيتي فيه؟ ايه حسيت حلو كتير. ايه الحمد لله، شي كتير غريب، المشاكس عم يتحرك براحته. هلأ رح تحسي انك ام اكتر من قبل، ابنك بلش يحكي معك هلأ. مزبوط كلامك، مرحبا ابني، كيفك؟ هيك بيعمل لما بيكون بهالعمر. فرهاد لما تحرك ببطني للمرة الاولى استغربت كتير وتحمست، بس ما فهمت شو عم يصير.
إحساس غريب كتير وحلو كتير بنفس الوقت. بس بتعرفي حبيبتي، إذا أنتي ما غلطتي مثلي بحق أولادك، ابنك بعمره ما رح يدرلك ظهره، بتعيشوا كل عمركم مبسوطين. لا بقى تقولي هيك، بترجعكي كل شي رح يتغير. صدقيني شي مرة ممكن؟ بتعرف شو عم قول لحالي؟ أنا رح أحكي لشرطة المشفى، خليهم يقبضوا عليها إذا أجت، بس لا تتحسن أصلي رح أقدم شكوى ضده. كل شي بيتعقد بس يتعلق بنامق أمير خان. جنيد وجليدة كانوا رح يهربوا مع نامق أمير خان، شكلهم بيوثقوا ببعض، بس عملنا خطة مع النائب أوغوز، رح يجي لعنا برجليه. عملوا يلي بتشوفوه. بالنسبة إلي أنا سكرت دفتر نامق، حي أو ميت ما عاد يفرق معي، بكفي إنه تكون أصلي واللي ببطنه بخير. معقول أخي يتغير لهالدرجة هاي؟ عن جد مو فارقة معك؟ مو عملت خطة لتمسكه؟ روح امسكه واستمتع بهاللحظة، ما حدا بيسبقك بوضع الخطط. انت مو عملت خطة لتجمعني ببيتك أنا ويا تار أخي؟ حلال عليك. بس الخطة ما نفعت. ايه بالضبط، خود أمك معك وروح هلا، استغيبوني قد ما بدكن على الطريق. صح بتتغير، بس بتضل عنيد مثل ما انت يا اخي. ما راح اتغير بالمطلق اخي. اه يا بنتي، اكيد ما استوعبتي قصة زواجكم، تزوجتي بسرعة وفجأة، وقبل ما تستوعبي شي صرتي رهينة ببيت غريب عليكي. معقول اللي صار يا تار خانو؟ لكن كل شي تغير هلأ، الماضي راح وانتهى، تعرضنا انا وفرهاد لكتير شغلات، هالحكي معناته انه الارض ممكن تدور بالعكس. انتي قاومتي وصبرتي وحبيتي، انتي بتستاهلي حياة حلوة كتير. هلأ انتي رح تصيري ست البيت اللي اجيتي عليه كأنك أسيرة. بوجودك انتي بيصير هيك شي، رح نعيش كلنا سوا بالبيت، رح نصير عيلة كتير كبيرة، صدقيني. بس فرهاد مو حابب يشوف وشي حتى، إذا رحت رح يكون أحسن بكتير. شو هالحكي؟ لوين رح تروحي يا تار خانو؟ ما رح يصير هيك شي. ليكي بدي أطلب منك إنك توعديني هلأ، إذا اعتبرتي المكان بيتك فرهاد رح يتقبله ورح يهتم فيه، غير هيك بيعتبره مكان كتير غريب. حبك الكبير لإله وقلبك النظيف رح يحقق كل شي، بكفي إنكم تأسسوا حياة حلوة حتى ما يضل بالي مشغول عليكم. يا تار خانو، أنت ليش عم تحكي هيك؟ أصلي كيف صرتي؟ البيبي بخير؟ إيه بخير. يلا أمي خليني أخذك على البيت، عادي عنا كم يوم سونا وأزجور رح يفرحوا فيكي. فكرة حلوة ابني، خلينا نروح. يلا رح أتركك، الحمد لله على سلامتك. شكرا. بالإذن. ماشي، سلم لي على سونا. موسيقى.